أي ألم يبدأ من العمود الفقري وينتشر إلى الرجلين فهو ألم عصبي ناتج عن ضغوطات على العصب من المركز وينتشر مع انتشار الأعصاب الفرعية لأسفل الرجلين أو من الرقبة لأسفل الإيدين وللأصابع. هلا هذه حقيقة محسومة، طيب شو ممكن يثير العصب ويضغط على العصب ويحصر العصب؟ في البداية من جذر العصب من النخاع الشوكي في عنا 4 احتمالات. أول احتمال إنه العصب يكون مضغوط نتيجة انبعاج غضروفي، يعني إنه الديسك طالع لبرا شوي بس بدون تمزق وضاغط على العصب وجذر العصب. ممكن العصب الوركي، في أي الحالة بنشعر في الآلام هذه بتنتشر على الرجلين. ممكن الانزلاق كامل في الغضروف، ديسك هيرنيشن كومبليت، يعني المادة الهلامية خرجت لبرا بسبب تمزق الأنسجة المحيطة في الغضروف اللي هي الأنيلوس فايبروسيس، وهذه الأنسجة بتسمح للمادة الهلامية داخل الديسك إنه يخرج ويضرب بالعصب ويعمل التهاب وتيجي الأعراض هذه اللي بتنزل على الرجلين. الخيار الثالث ممكن يصير في عنا انحراف أو انزلاق فقري من الفقرات، سواء L4 L5 L5 L1، وهذا الانزلاق بسبب ضغط على العصب الوركي وبيحدث نفس الأعراض. ممكن يكون السبب من المفاصل الخلفية اللي ماسك العمود الفقري من الخلف، في مفصلين، هاي المفاصل معصبة من أعصاب فرعية حسية. في حال صار في عندها أي انبعاج أو أي التواء في هون بتضغط على العصب الوركي مثلا وبتعمل أعراض الديسكات. هلأ هذا من المصدر، طبعا في ممكن يصير في ضغط من انقباضات وتشنجات العضلات الكمثرية Piriformis muscle، 4 عضلات موجودة زي شكل الأصابع في منطقة الفخذ من الأعلى، والعصب الوركي الفرعين تعاونه بمروا من خلاله. فإذا صار في عندي تشنج في هذه العضلات بتضغط على العصب وبتعمل آلام تنتشر للقدم من منطقة الهب. طيب بس هذه الآلام تنتشر لتحت فما بتطلع لفوق. المنطقة الثانية اللي بصير في عندها انحسار أو ضغط اللي هي المنطقة الخارجية من القدم، في حالة ضربة، في حالة كعدة خاطئة، في الحالة احنا بنصيب العصب الديب والسوبرفيشال بيرينوال نيرف. هذا العصب هو خارج من امتداد العصب الوركي وبتفرع من فوق الركبة من الخلف 10 سنتي، بتفرع لجنب الرجل اللي يغذي كل القدم من الأمام، فممكن ينحصر أو ينصاب أو يلتهب من المنطقة هذه ونحصل على أعراض تنميل وخضران وضعف في العضلات في منطقة الساق من هون وتحت مش من هون وفوق. ممكن يصير في عنا تضيق في القناة اللي بمر منها التيبيال نيرف اللي هو الفرع الثاني من العصب الوركي اللي بيجي من الجهة الخلفية من عضلات السمانة، فبيدخل على باطن القدم وبغطي كل باطن القدم. ففي هاي الحالة ممكن يصير في مفصل الكاحل في قناة زي قناة النفق الرسغي، نفس الشيء بمر منها الميديا التيبيال نيرف. وفي هاي الحالة إذا صار في ضغط من هاي القناة تيرسال تنل سيندروم بصير في عنا التنميل والخضران والنمنمة في باطن القدمين اللي هي بتكون حالة مشابهة في حالة اللفاف الأخمصية والتهاب الأنسجة المحيطة في هذه اللفافة الأخمصية اللي بتبطن القدمين، وهي اللفافة أو الفاشة المحيطة في العضلات أو الأربطة هي جهاز عصبي وأعصاب
شبكة عصبية محيطة في العضلات. طيب هلا السؤال، إذا كان في عندي ضغط، يا بيكون ضغط ثابت، مثلا إذا في عندي نتوء عظمي من المفصل بيكون هذا ضغط ثابت، إذا كان في عندي تضيق في قناة النخاع الشوكي هذا ضغط ثابت، إذا كان عندي تشنج في البيريفورمس مصل هذا ثابت، تضيق في القناة اللي تحت ثابت، إنجري وحادث وضربة على منطقة القدم ثابت. اللي مش ثابت اللي هو الانزلاق الفقري والانزلاق الغضروفي. اللي مش ثابت في هاي الحالة لازم يغير الأعراض ويصير في تغيير في وضعية الأعراض في حالة عدم الثبات. في هذه الحالة عشان نوضح الأمور، فرضنا في عند انزلاق غضروفي في منطقة أسفل الظهر وبمد الألم على طول الإجر لتحت السما لتحت لمنطقة السماني، وفي عندي وفي حالة تانية عندها مش انزلاق غضروفي، عندها تشنجات في العضلات البيريفورمس مصل أو الكمثرية، وفي هاي الحالة بيكون في عندها عرق النساء الكاذب وبتكون الألام تنزل على الرجلين. هلأ اللي بده يكتشف هل الوضع ثابت ولا متغير، ولا من الكمثرية لأنه ثابت الكمثرية ما بقدر أزيحها ولا أشدها بشكل سريع اللي أغير الوضع الكلينيكي، بس الديسك بقدر أغير الوضع الكلينيكي لأنه مش ثابت وبقدر أغيره. في هاي الحالة ما علي إلا أعمل فحص بسيط فقط. في البداية بحط إيدي للخلف وبعمل 10 مرات قد ما أقدر هاي الحركة مع متابعة الأعراض وأشوف شو بصير في الألم. إذا هاي الحركة عملت لي تخفيف للألم، هاي مع تكرارها عمل لي تصاعد من الألم من تحت لفوق أو زيادة في حدة الألم لتحت، ولما أخلص التمرين الحركة هذه أشوف وضعي، إذا وضعي رجع زي ما كان قبل ما أسوي الحركات بجوز الوجع خف شوية، بس الوجع كان موجود مثلا في ظهري في منطقة الفخذ ينزل لتحت، وبعد 10 مرات نفس الشيء بس كميته بجوز تزيد شوي أو تقل شوي. في هاي الحالة بعرف إن إذا فيش تغيير قبل وبعد وأثناء، والتغيير هذا مش ثابت لمدة 10 دقائق ربع ساعة، يعني الألم ما بطلع لفوق وبنتهي من الرجل إلا بده 10 دقائق وبعدين برد برجع، في الحالة هذا ثابت. اللي مش ثابت إنه يكون عندي انزلاق غضروفي وأصير أعمل الحركات هذه، أعمل على إرجاع الغضروف والانزلاق بين الفقرات وخفف الضغط وحرر العصب الوركي. في هاي الحالة بعد 10 مرات من عمل هاي الحركة المفروض إذا بدي أحكي إنه فاتتني ورجعت الانزلاق وحررت العصب، في هاي الحالة لازم الألام إذا كانت موجودة هون تطلع لفوق شوية، تخف حدتها من الرجلين، التنميل والخضران ممكن يخف بس هذا بطول، يعني بعطيش فعالية سريعة في التشخيص، وهذه الأعراض إنه الألم طلع وظله في ظهري بتضلها موجودة عندي ربع ساعة نص ساعة ساعة، فمدة الفعالية بتكون لهذا التمرين ساعة، فعنها 10 أزيد الساعة هاي وخلي الألم يروح 2-3 ساعات بزيد تكرارات التمارين هذه. يعني التمارين اللي بتعطي تغير في الآلام للأحسن بشكل سريع وثابت بيضلوا بعد عمل التمارين هذه للضغوطات المتحركة. الضغوطات الثابتة ما في نتيجة بعد نص ساعة، النتيجة بتكون بعد 1-2 شهر مع تكرار هذه التمارين. في هالحالة بنشعر على نتيجة سريعة في تخفيف الألام وتقوية الظهر وتحرير الأعصاب. شكرا لكم.